وفي تطورات ملف التسوية السياسية، لا يزال هذا الملف محل خلاف بين الكتل النيابية، لا سيما بعد أن طرح التحالف الوطني واتحاد القوى ورقتيهما في ظل عدم التوصل إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف. على الرغم من أن جميع الأطراف السياسية ما زالت مؤيدة لمبادرة التسوية الوطنية ومتفقة على ضرورة دعم هذا المشروع الذي تبنته الأمم المتحدة وتسعى إلى تحقيق توافق وطني في شأنه، لكن الأطراف السياسية إلى الآن لم توضح لديها الرؤية، فضلا عن وجود خلاف حول بنودها. الوثيقة أيضا خلت من بناء مؤسسات الدولة، كم كانت مطالب انطيني انطيني انطيني، فقط هذا اللي كان في هذه الوثيقة. فالأخوة قلنا لهم وتحدثنا معهم كثيرا بأن هذه ليست وثيقة بناء مؤسسات الدولة، طرحنا عليكم وثيقة التسوية، انطونا على هذه الوثيقة، لا نريد نفرضها عليكم هذه الوثيقة، ليس الفرض عليكم، إنما هذه الوثيقة نقول لكم أيضا ليس هي بقرآن، قابلة للتعديل، قابلة للحذف، انطونا آراءكم، انطونا وثيقة أخرى إذا كان عندكم بديل لهذه الوثيقة ناضجة أيضا انطوناها احنا نقبلها، ولكن بهذا اللي طرح من قبل الأخوة في التحالف الزين يعني بعيد كل البعد عن ما يسمى بوثيقة التسوية الوطنية. ملف التسوية المطروح تسبب بخلافات داخلية بين كتل المكون الواحد من بينها التحالف الوطني الذي يعيش أزمة ثقة بين أطرافه المنضوية تحت مظلته، ويرى نواب ضرورة تكثيف الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية بالورقة لحسمها وإنضاجها بما يتلائم مع حساسية المرحلة التي تتطلب جهودا استثنائية وتكاتفا من قبل جميع الأطراف السياسية في البلاد. هناك شروط أساسية لا يمكن تجاوزها، خطوط لا يمكن تعديها، طبعا أطلق بعد ذلك أيضا مبادرة تسوية من قبل الأخوة في تحالف القوى، وطبعا لحد الآن تفاصيلها ما مطلع عليها، لكن مع ذلك وجود مشاريع التسوية بحد ذاته هو دليل على وجود تعاطي وتفاعل، ونتمنى أنه من جميع هذه المشاريع نخرج بمشروع تسوية وطني يمثل رؤية الجميع. ويأتي طرح ملف التسوية بعد تحذيرات أطلقتها أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد تنظيم داعش من الموصل بسبب غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدينة، ومنها طبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية في المحافظة التي تشهد عمليات عسكرية ضد داعش. من بغداد، فراس الدليمي.